نشكر دولة الإمارات على دعمها للنازحين، نشكرهم كمان في إنشاء المخيم وترتيبه والإشراف عليه، كمان نشكر يعني أخونا الشيخ محمد بن زايد طبعا خير خلف لخير سلف، بيكمل مسيرة والده الشيخ زايد رحمه الله. اليوم هو بأكد على مسيرة الوالد الله يرحمه. نشكر فاعلين الخير طبعا، نشكر ايش دولة الامارات اللي هي يعني واقفة معنا اكثر يعني دولة فيهم في مساعداتها في كل شيء.